ازاي اشتري افضل فرن بيلت ان، وايه افضل الانواع والمواصفات اللي ممكن اشتريه، واشتري الغاز ولا الكهرباء. تابع معايا الفيديو للنهايه عشان هنعرف كل ده مع بعض، وهنرشح كمان افضل الشركات اللي ممكن تشتري منها. اول حاجه عشان تشتري فرن بيلت ان، اول حاجه بتعمل بيها انك بتبدا تحدد المقاس الفرن اللي انت محتاجه. بمعنى ايه؟ انا عندي المقاسات في فران البيلت ان اللي عامه المنتشره بيكون المقاس 90x60 زي كده، وبيكون المقاس 60x60 اللي هو بيكون اصغر شويه 60 سم 60 سم. فدول المقاسين اللي يعتبروا منتشرين في الفران البيلت ان. فانت بتحدد بناء على المكان اللي هتركب فيه الفرن، هتحدد الحجم بتاعه. طيب بعد ما حددت الحجم، عايز اشتري فرن كويس، اشتري المواصفات ايه؟ اول حاجه عشان نعرف ان البيلت ان معايا في منه ثلاث انواع، ملهاش علاقه بالشركات، ثلاث انواع بالنسبه للفرن في اي شركه عامه هتلاقي، ممكن تلاقي اول حاجه هتلاقي الفرن اللي هو الغاز، ثاني حاجه الفرن الكهرباء، ثالث حاجه هتلاقي الفرن غاز وكهرباء. طب هنعرف ازاي، او مثلا هنختار ايه فيهم، او ايه الافضل فيهم؟ اول حاجه هنبدا بيها وهو فرن الغاز. لو انا عايز اشتري فرن غاز بيلت ان بشتريه ازاي؟ طبعا بعد ما اخترت المقاس انا بشتري الغاز. الغاز بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن شعله فوق وشعله تحت، زيه زي الفرن العادي او زيه زي فرن البوتاجاز اللي هو العادي، شعله فوق وشعله تحت. لكن البيلت ان بيختلف في ايه؟ بيختلف اول حاجه في الشكل بتاعه او التصميم بتاعه، ثاني حاجه بيكون ممكن يكون فيه مواصفات اعلى شويه بالنسبه للامان، بيكون فيه مثلا مروحه تبريد، بيكون فيه مروحه توزيع، بيكون فيه شوايه، بيكون فيه لمبه اللي هي الاضاءه. فبعض الحاجات ديت هتلاقيها برضو موجوده في الفران العاديه. فبالنسبه لفرن الغاز ممكن تلاقيه شبيه، يعني بالنسبه لفرن الغاز البيلت ان ممكن يكون شبيه لفرن البوتاجاز اللي هو العادي، لان مش هيبقى فيه اكتر من كده. بس هيفرق معاك في فرن البيلت ان هو بيكون فيه مروحه تبريد. مروحه التبريد دي عباره عن ايه؟ مروحه التبريد دي بتبقى في الفرن من فوق من هنا، ديت مسؤوله عن تبريد الفرن، لان الفرن لما بيركب في الدولاب بيبقى مكتوب. وعشان نركب الفرن البيلت ان في الدولاب لازم يكون في مكان جيد للتهويه، يعني ما ينفعش نكتمه جوه الدولاب. والكلام ده كله احنا اتكلمنا عليه قبل كده، هسيب لكم اللينك في الوصف اللي هو طريقه التركيب الصحيحه لاي فرن بيلت ان والمقاسات الصحيحه بتاعته. فعامه احنا ما بنتكلمش على التركيب، احنا بنتكلم على الفرن نفسه. فالفرن هيعوز مكان جيد للتهويه يتركب فيه، ده بالنسبه للفرن الغاز. وفي ملحوظه ان الافران البيلت ان لو انت حتى جايب الفرن الغاز بيكون فيه سلك الكهرباء. سلك الكهرباء ده لازمته ايه؟ لازم تكون موصله بالكهرباء. مش معنى ان انت جاي الفرن غاز يبقى مش واصل بالكهرباء، لازم الفرن يكون واصل بالكهرباء، لان مسؤوليه الكهرباء في الفرن علشان الحاجه الاساسيه اهم حاجه فيه مروحه التبريد. مروحه التبريد دي زي ما قلنا عليها بتكون فوق. مروحه التبريد دي وظيفتها ايه؟ دي وسيله التهويه الوحيده للفرن البيلت ان. بتشتغل ازاي؟ هي بتشتغل اوتوماتيك لوحدها او تلقائي لوحدها. اول الفرن ما بيبدا يرفع حراره بتيجي جايه شغاله اوتوماتيك لوحدها من غير تدخل منك نهائيا، وبتفضل شغاله كده والفرن شغال عشان تخلي الفرن على درجه حراره معينه عشان تحافظ على الفرن وتحافظ ان هو جوه الدولاب لانه هيكون مكتوم. وبرده بعد ما بتخلص على الفرن، يعني انت طبخت على الفرن وخلصت عليه، بتطفي الفرن بس ما بتفصليش الكهرباء بتاعته. ليه ما بتفصليش الكهرباء؟ لان برده مروحه التبريد هتفضل شغاله في الفرن لحد ما بتبرد الفرن خالص، وبعد كده بتفصل اوتوماتيك لوحدها. في الحاله دي ساعه ما تفصل المروحه، في الحاله دي تقدري ان انت تفصلي فيشه الكهرباء. فالبيلت ان لازم توصيل كهرباء، لان في كتير يقول لك ايه؟ يقول لك ده غاز ما نوصلوش كهرباء. لا، توصيله الكهرباء في البيلت ان ايا كان النوع اللي عندك هتفرق معاك جدا، لازم تكون موصل الكهرباء عشان مروحه التبريد. خلاف مروحه التبريد اللي هي الحاجات الاساسيه بقى، اللي هي الحاجات اللي هي الفرعيه، اللي هي ايه؟ اللي هي سيخ الشوايه هيشتغل بالكهرباء، اللمبه والاضاءه هتشتغل بالكهرباء، لو الفرن فيه مراحل توزيع، مراحل توزيع حراره اللي بتكون في الوش جوه هتشتغل بالكهرباء، فالكماليات هتشتغل بالكهرباء، لكن احنا مالناش علاقه بالكماليات لو انت مش محتاجها. احنا اهم حاجه عندنا مروحه التبريد، لازم تهتم بيها جدا انك تكون موصل الفيشه. فعشان تشتري فرن بيلت ان غاز تعرف ان انت هتوصله بالكهرباء، مش معنى ان هو غاز يبقى مش هيوصل، لازم يوصل بالكهرباء. ده بالنسبه للفرن الغاز. وطبعا زي ما قلنا هو يعتبر زيه زي الفرن العادي، لكن مع اختلاف الشكل والشكل والتصميم بتاعه. والحاجات بقى ممكن يكون في حاجات زيادات شويه، كماليات شويه. ده بالنسبه للغاز. عندي الحاجه الثانيه وهي بتكون الغاز والكهرباء. يعني ايه غاز وكهرباء؟ مش معنى ان هو غاز وكهرباء ان هو عشان انت مثلا حاطه في الفيشه يبقى كده غاز وكهرباء زي اللي احنا قلنا عليه في الغاز. لا، غاز وكهرباء بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره ان هو ممكن يعمل لك الشوايه اللي تحت هنا بتكون غاز، يعني شعله غاز اللي هي اللي تحت،
وفوق هنا بيعمل لك سخان كهرباء، سخان اللي هو الحلزوني اللي هو بتاع الفرن الكهربائي العادي، فده بيسموه غاز وكهرباء مع بعض. وبتقدر ان انت تشغل الغاز لوحده تحت والكهرباء لوحدها فوق، وتقدر انت تشغل الاثنين. معلومه برضو قبل ما ننسى، بالنسبه للفرن الغاز البلت ان، كل البلت ان اللي نازل في السوق بيبقى مفتاح واحد، مفتاح تشغيل واحد زي ده، يعني ده فرن غاز مفتاح تشغيل واحد، يعني بيشغل يا اما فوق يا اما تحت، يعني مش هتقدر تشغل فوق وتحت مع بعض. لما تيجي انت تشغلي، عايزه تشغلي الفرن من فوق وتحت مع بعض بالنسبه للغاز، مش هيشتغل مع بعض، هيشتغل فوق لوحده وتحت لوحده. فده برضو من ضمن عيوب الفرن اللي هو الغاز، اللي هو الغاز هيبقى غاز كامل معاك، مش هيشتغل الاثنين مع بعض، هيشتغل اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده. هتفرق معاك في الفرن اللي احنا بنتكلموا فيه، ان هو ممكن يكون الشوايه اللي فوق هتكون سخان كهرباء، والشعله اللي تحت هتكون شعله غاز، يعني هتشتغل بالغاز، فهيكون كده شغال معاك غاز وكهرباء. في الحاله دي هتقدر ان انت تشغلي الكهرباء لوحدها والغاز لوحده، وفي نفس الوقت هتقدر تشغل الاثنين، تقدر تشغل الغاز والكهرباء مع بعض، بمعنى ان انت هتشغل الفرن من فوق وتحت مع بعض. بنفس النظام موضوع مروحه التبريد، لازم برضه هتكون شابك في الكهرباء، يعني هتكون انت حاطاه في الكهرباء عشان خاطر يشتغل معاك مروحه التبريد بتاعته بنفس الوظائف بتاعه الفرن الغاز. ده بالنسبه للنوعيه الثانيه. طب لو هنيجي للنوعيه الثالثه، هتكون فرن الكهرباء. فرن الكهرباء فيه مميزات وفيه عيوب. مميزاته ايه؟ مميزاته ان هو بيكون متعدد الوظائف، يعني بتلاقي من اول اربع وظائف، ممكن تلاقي ثلاث وظائف، اربع وظائف، ست وظائف، ثمان وظائف، 10 وظائف، 11 وظيفه، اللي هو في منه الديجيتال، في منه البقر اللي هو العادي زي النظام ده، فبيختلف معاكي في الوظائف كتير. فتختاريه ازاي؟ تختاريه بناء على الوظائف اللي انت محتاجاها، بتعرفي فرق الوظائف اللي موجوده وبتبداي تختاري الفرن. بس ده بيكون كهرباء كامل، يعني بيكون فوق سخان كهرباء وتحت سخان كهرباء، اللي هو السخان اللي هو الحلزوني، ده النظام الكهرباء بالنسبه للفرن البلت ان. طيب الوظائف بتاعته اختارها ازاي؟ بيكون عندي مثلا، يعني انا عندي فرن زي ده بيكون ست وظائف، وفرن زي ده برده ست وظائف، بس الوظائف ده مختلف عن ايه؟ فطبعا على حسب الشركه اللي انت هتختاريها هتلاقي الوظائف مختلفه، لازم مثلا البايع اللي بيبيع لك يفهمك الوظائف اللي موجوده في ده وفي ده، يعني انا عندي دي سته وده سته، لكن ده مختلف عن ده، ده في وظائف مختلفه، يعني ده مثلا في مروحه توزيع حراره بتشتغل معاها السخان اللي تحت، ده ما فيهاش، ده الفرن ده مش طب حاجه اللي هو الكهرباء، في الكهرباء بيكون السخان اللي فوق بيشغله لك على ثلاث اجزاء. بمعنى ايه ثلاث اجزاء؟ بيخلي لك السخان يشتغل جزء ضعيف وجزء وسط وجزء قوي، يعني لو عايز حراره شديده هتشغل السخان اللي فوق بحراره شديده عن طريق الوظيفه بتاعته، عايزها حراره وسط هتشغلها حراره وسط، عايزها حراره ضعيفه هتشغلها حراره ضعيفه. فده بالنسبه للافران الكهرباء هتقدري تتحكمي فيه. في افران ثانيه مش هتلاقي نفس الوظائف ديت اللي هي الثلاث مستويات، هتلاقيه عامل لك مستويين بس، في وظائف ثانيه هتلاقيه عامل لك مستوى واحد بس هو مستوى ثابت. فالافران الكهرباء بيكون فيها مجال اكتر من الفرن الغاز والكهرباء ومن الغاز. فعشان تختاري انت بتختاري المواصفات، طبعا في مراحل توزيع، ممكن تلاقي مراحل توزيع واحده، ممكن تلاقي مروحتين، بيكون في شوايه، بيكون في وظائف تربو زي اللي هنا. يعني ايه وظائف تربو؟ يعني بتلاقي مروحه التوزيع اللي جوه بيكون عليها سخان كده، حواليها سخان بيشتغل معاها، وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هو بيسخن تسخين تلقائي اللي هو بيكون تسخين خفيف، وفي نفس الوقت بيكون ليه وظائف في التربو، ان انت لو حاطه مثلا وليكن على سبيل المثال صينيتين مختلفين في الاكل وبتسخنهم مع بعض، ما يخليش الروائح تختلط في بعضها، يعني هو بيسخن الصينيتين مع بعض بدون ما يختلط ديت مع دي. فدي برضو من ضمن الوظائف اللي انت ممكن تلاقيها في الكهرباء. فبالنسبه للفران الكهرباء البلت ان بيكون فيها وظائف كتير، يعني احنا عشان نقول الوظائف طبعا بتختلف من شركه لشركه وبتختلف من موديل لموديل، يعني انا عندي دولت الاثنين شركه واحده، الاثنين من شركه كيتش الله الايطالي، لكن ده ست وظائف وده ست وظائف، ده مختلف في الموديل عن وظائفه وده مختلف في الموديل عن وظائفه. فعشان نشرح الوظائف مش هتكون كلها زي بعضها، فلازم الفرن اللي انت هتختاريه لازم تعرفي وظائفه على الاقل خالص، بتاع المعرض اللي انت بتشتري منه ولا حاجه بيعرفك الوظائف اللي موجوده ايه وبيعرفك فرق الوظائف ايه لو انت خلاص هتحددي الكهرباء. طيب بالنسبه للكهرباء، طبعا الكهرباء مشكلته ان هو بيسحب كهرباء جامد، يعني سحبيه كهربته شديده لان اعتماده كله على الكهرباء، السخانات بتاعته كلها على الكهرباء والوطات بتاعتها بتبقى عاليه، يعني انا عندي مثلا الفرن ده الوطات بتاعته في السخان اللي فوق بتتعدى ال 2000 وات، السخان اللي تحت بيجيب 1800 وات، فبتلاقي الوطات عاليه. وطبعا بتختلف برده من موديل لموديل، في 1200 وات، في 1800 وات، في 2000 وات، في 2400 وات،
فبتلاقي الوطات بتختلف، فبالتالي هتلاقي سحبيه الكهرباء بتاعته كبيره جدا، بيسحب كهرباء، وده من عيوب فرن الكهرباء. طب لكن احنا دلوقتي عرفنا ان في ثلاث انواع، طب انا اختار منهم انه نوع فيهم وانه الافضل؟ ده هترجع لاستخدامك، وهترجع انت محتاجه استخدام الفرن في ايه. بالنسبه لك انت هتشتغل بيه في البيت مثلا كشغل دايركت على طول، واستخدام اللي هو هيكون هتعتمد عليه بمعنى اصح في الاستخدام، فانت هتقدر تحدد الغاز ممكن يكفي معاكي في الموضوع ده، ان انت لا زي ما قلنا ان الغاز هيشتغل معاك يا اما فوق لوحده يا اما تحت لوحده، فهيشتغل معاك زيه زي البوتاجاز العادي. دي في حاله ان انت لو عايز تشتري بوتاجاز عادي وبتجيب البلت انه هتجيبي مثلا بوتاجاز مسطح عليه، هيكون مختلف شويه، هيكون كويس معاك في الديكور، وفي نفس الوقت هيديك نفس الاداء بتاع البوتاجاز اللي هو العادي. فده في حاله ان انت هتختاري اكنك بتشتري بوتاجاز عادي. وطبعا هتختلف معاك في الاسعار، هنتكلم في الشركات بعد كده. فعشان تختاري هتحددي لو انت الغاز هيكفيكي في الشغل بتاعك فهيمشي معاك. بالنسبه للكهرباء بنفس الطريقه برضه، هتعرفي وظائف الكهرباء بالنسبه للكهرباء والغاز، هتعرفي وظائف الكهرباء ووظائف الغاز. الكهرباء والغاز نظامه ايه؟ زي ما قلنا سخان فوق وشعله تحت، فهيشتغل معاك الغاز والكهرباء. ايه اللي هيفيدك فيه؟ هيفيدك ان انت تقدري تشغلي اللي فوق واللي تحت مع بعض، لكن برضه وظايفه محدوده، يعني هو السخان اللي فوق ستاندر سخان واحد واللي تحت شعله واحده، فهو برضه مش هيبقى فيه فرق زياده عن الغاز، ان هو اللي بس الفرق ان هو هيخليك تشتغلي فوق وتحت مع بعض، لكن هيفرق معاك فوق في السخان ان هو بيكون يعني بالنسبه للسخان مع الشوايه او كده، لو انت هتشغلي سيخ الشوايه يعني مثلا بيكون في سيخ شوايه زي كده، لو هتشغلي سيخ الشوايه طبعا السخان الكهربائي بيكون فوق، درجه توزيع الحراره بتاعته بتكون افضل من الغاز شويه مع الشوي، لو انت مثلا هتحط فراخ ولا هتحط حاجه فهتكون توزيع الحراره بتاعته كويسه وافضل في الشوي، فده هيفرق معاك، فبيكون فرق بسيط بينه وبين الفرن الغاز. اللي هيفرق عنهم نهائيا ايه؟ اللي هو الفرن الكهرباء على حسب الوظائف زي ما احنا ما قلنا. طب الكهرباء زي ما قلنا انت هتعرف مميزاته، طبعا في الكهرباء برضو مميزات اذابه، لو انت عامله حاجات مثلا مطلعه حاجه من الفريزر ايا كان، على سبيل المثال لحمه فراخ اي حاجه من دي مطلعاها مجمده من الفريزر وعايزه تفكيها، هتلاقي افران زي كده فيها وظيفه الاذابه، بتجيب على الوظيفه وبتخليها تفك لك التلج بدل ما بتسيب الحاجه بره، فانت بالوظيفه بتشتغل معاك. ده بالنسبه للوظائف. بالنسبه للسخانات زي ما قلت لك بتلاقي السخانات بتختلف في مستويات التسخين، هتلاقي بيزيد معاك في مراحل توزيع، ممكن تلاقي مروحه توزيع ومروحتين توزيع على حسب نوع الفرن، فبيكون في وظائف اعلى من اللي هو العادي. وفي طبعا عندي الديجيتال اللي هو الكبير، يعني مثلا عندي ده ديجيتال ده 9 وظائف، برضه بيختلف، بيكون وظائفه اكتر شويه وبيكون في خصائص اكتر شويه، يعني ده ديجيتال ممكن يشتغل معاكي تلقائي. بمعنى ايه تلقائي؟ بمعنى ان انت ممكن تعملي الفرن على ميعاد معين، انت مش عايزه تشغلي الفرن دلوقتي، انت وضبت مثلا الصينيه بتاعتك وعايزه تحطها في الفرن وعايزه الفرن يشتغل عليها بعد ساعه، تقدري من خلال الديجيتال ده تخلي الفرن يشتغل بعد ساعه، يعني انت هتحط الصينيه جوه وتنظم الديجيتال بتاعه بعد ساعه هيشتغل، لو انت عايزه بعد ساعه يشتغل والفرن ياخد على الصينيه دي وليكن نص ساعه ويفصل، هتقدري تحددي نص ساعه ويفصل، فهتلاقي الفران دي بتشتغل اوتوماتيك وبتشتغل نص اوتوماتيك، مش زي الفران مثلا اللي هي الست وظائف او الاربع وظائف، وكل ما تعلي كل ما بيبقى فيه وظائف اكتر، يعني انا عندي برضو ال 11 وظيفه، 11 وظيفه هتلاقي فيه تسخين تلقائي وتسخين فوق تلقائي وفي تسخين سريع، برضو وظائفه بتختلف، لكن زي ما قلنا سحبيه الكهرباء بتبقى عاليه، فطبعا انت على حسب احتياجك للفرن هتبداي تحددي انت هتحتاج الغاز ولا هتحتاج الكهرباء ولا هتحتاج الغاز والكهرباء، ده في حاله اختيار، فانت هتختاري بناء على كده وبناء على احتياجك. طبعا المواصفات زي ما قلنا المواصفات ما فيهاش كتير، عشان نتكلم في مواصفات هنتكلم في الكهرباء مش في الغاز. وطبعا العامل المشترك في الثلاث افران زي ما قلنا ان الثلاث افران هيشتغلوا على الكهرباء، حتى الغاز هيشتغل على الكهرباء زي ما قلنا، عشان مروحه التبريد مش مروحه التوزيع، مروحه التبريد تفرق عن مروحه توزيع الحراره، يعني ده مثلا الفرن بيكون فيه مروحه توزيع حراره بتكون جوه هنا، يعني لما تبص في الفرن هنا هتلاقي مروحه التوزيع جوه، مروحه التبريد ما بتبانش، مروحه التبريد بتبقى فوق الفرن من هنا ما بتبانش، ومش بتشغلها بايديك، مروحه التبريد بتشتغل اوتوماتيك لوحدها وبتفصل لوحدها زي ما قلنا. فده عامل اساسي في التلات انواع ان انت هتشغلي الكهرباء عليه. فخلاص انت اخترتي مثلا على حسب انت اخترت الغاز، اخترت الكهرباء، اخترت الغاز والكهرباء، فده احتياجك. لو وصلت لمرحله الكهرباء هتبدا ان انت تختاري الوظائف بقى وتشوف الوظائف اللي هتنفع معاك ايه والوظائف اللي ممكن ما تنفعش معاك ايه، هتبداي تحددي في الكهرباء.
وطبعا افران الكهرباء عاملين لها كذا فيديو هتلاقيه في القناه على كذا فيديو ريفيوهات، وهتلاقي الفرن الغاز والكهرباء برضو موجود في الفيديوهات، وهتلاقي فرن الغاز موجوده، هتعرفي لو انت عايزه تشوف كل فرن لوحده هتلاقيني سايبهم لك في الوصف تحت. طب ده بالنسبه ان انا خلاص اخترت الفرن. طب انا عايز اشتري، زي السؤال اللي بيتسال على طول، تنصحني بشركه ايه؟ طيب في حاجه انا بقولها دايما مع السؤال ده، انا ما اقدرش اقول لحد اشتري الشركه الفلانيه. ليه ما اقدرش اقول له مثلا بشركه معينه؟ لان في شركات كتير، في المحلي وفي المستورد. انا ممكن اقول لك اشتري شركه فلانيه مثلا وبتكون مستورده، فهتكون سعرها غالي عليك. انت مثلا مقدرتك او انت مقدرتك مش ان انت تجيبي بنفس المستوى ده، فبالتالي النصيحه اللي انا اديتها لك او النصيحه اللي انا اديتها لك ما فادتكش، مش هتفيدك في حاجه بناء ان السعر هيبقى عالي. والعكس، ممكن انا اقول لك على شركه اقل وتلاقي مثلا سعرها رخيص وانت مثلا عايز حاجه اعلى شويه. فبالتالي انا ما اقدرش اقول لك اختار الشركه الفلانيه بعينها. فانا هحدد، يعني هقول لك بعض الشركات المنتشره في السوق او اللي انت ممكن تشتري منها، لكن انت هتختار منها بناء على امكانياتك وعلى سعرك. يعني لو بدانا ان احنا هنلاقي الايطالي اللي هو المستورد، وهنلاقي التركي، وهنلاقي المحلي، فانا هقول لك مجموعه شركات تبدا انت تختار منها. اول حاجه عشان تشتري هتلاقي شركه اسمها فرانكي، ودي ايطالي طبعا، وفي جلين غاز، في كيتشن لاين زي اللي انا فيها ديت، في البا، في ريستون، في بيكو، في فريش، في تورنيدو. طبعا الحاجات دي محلي، اللي هو الفريش والكلام ده، بيكو هتلاقي منه تركي. فالشركات ديت كويسه جدا في الافران. لو انت عايز تقارن شويه، عايز تجيب حاجه عاليه، خليك في الايطالي، يعني زي ما قلنا الفرانكي، الكيتشن لاين، البا، جرين غاز. لو انت عايز برضو حاجه مستورد وشويه كويسه هتلاقي الاريستو. طب لو انت عايز حاجه تركي هتلاقي البيكو. طب لو انت عايز حاجه محلي برضو صناعتها كويسه وسعرها مناسب هتلاقي الفريش. فانا كده قلت لك الوضع كله بالنسبه للشركات. هتختار انت بناء على ايه، او انت هتختار بناء على ايه؟ هتختار بناء على امكانياتك دي اولا. ثانيا، اللي انت هتختار بناء على المواصفات. انت خلاص حددت دلوقتي زي ما احنا ما اخترنا، انت حددت الفرن اللي انت محتاجاه، حددت مثلا عايز الغاز، عايز الكهرباء، عايز الغاز والكهرباء. بعد ما حددتيه هتتنقل على مرحله الشركه. قلت لك الشركات اللي ممكن تلاقي فيها حاجات كويسه، الشركات دي كلها كويسه. ولازم قبل ما تشتري الفرن، او قبل ما تختار الشركه بمعنى اصح، اختار شركه يكون ليها خدمه عمل، يكون ليها خدمه ما بعد البيع، يكون ليها خدمه صيانه، يكون قطع غيارها متوفره. اهم حاجه تلاقي قطع غيارها متوفره، عشان ما تجيش بعد كده تلاقي الفرن لا قدر الله عطل عليك ومش لاقي له قطعه غيار، مش لاقي له فني يجي يصلحه، مش لاقي له شركه تتحاسب معاها. فدايما اختار الشركه اللي يكون لها مقر ويكون لها سمعه في السوق. ما تروحش تلاقي منتج جديد باسم جديد وتجري عليه وانت ما انتش عارف لسه وضع الشركه ايه. لا، حاول تختار الشركه المعروفه والمنتشره في السوق، وتسمع برضه اراء العملاء، وتسمع اراء الفنيين، تسمع اراء المعارض، وتشوف الجو الاول بالنسبه للمنتج افضل لك وبالنسبه للشركه، ولاقي قطع غيارها متوفره. بعد كده بتختار زي ما احنا ما قلنا بقى. فده بالنسبه لاختيار الشركات. عايزين نراجع الشركات تاني، هنقول بطريقه سريعه. برضه عندك شركه فرانكي، شركه جلين غاز، شركه كيتشن لاين، شركه البا، شركه اريستون، شركه فريش، شركه تورنيدو، شركه بيكو. الحاجات دي كلها كويسه جدا، اختار بناء على الميزانيه بتاعتك من خلال الشركات دي. فلو لسه مكملين معايا واستفدتوا بالفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وغيرك يستفاد. ولو لسه ما عملتش اشتراك في القناه، تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار اكتب لنا في الكومنتات وهنرد عليك. تحياتي للجميع.